خلينا نروح لارض الملعب، صاله الامير عبد الله الفيصل، وزميلنا فاروق صلاح ولقاء مع ايهاب امين. اتفضل يا فاروق. من جديد اجدد التحيه بك يا كابتن هيثم وبضيفك الكابتن محمد السلعاوي، وكل التحيه لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه بنتيجه 86-62، يسعدنا ان يكون معنا في هذه الاثناء واحد من امتع لاعبي الباسكت في مصر وفي النادي الاهلي، واحد من اللعيبه المميزه والمؤثره في النادي الاهلي، ايهاب امين. كابتن ايهاب برحب بك على شاشه قناه النادي الاهلي. مباراه قويه، اداء اكثر من رائع، خاصه في الكوارتر الثالث والكوارتر الرابع. بتفوز النهارده على فريق سموحه، وادي الروح الجميله من الجندي. مرحب بيك طبعا وكابتن هيثم وضيوفه. الحمد لله على المكسب، ماتش مهم على ملعبنا. يمكن فريق سموحه احنا يعني عملت معانا ماتش كبير على ارضهم، فاحنا كنا جاهزين الماتش ده بالذات ان هو على ارضنا، محترف معاهم جديد، محترف كويس، يمكن كسبنا على ملعبنا مع التامين فكنا عاملين حسابه. الحمد لله اللعيبه قدت عليها، في ناس اتصابت زي سيف سمير، الناس راجعه من اصابه زي عمر طارق، فالحمد لله يعني اللعيبه قدت بالشكل ده. دايما في ماتشات الباسكت وجود ايهاب امين في الملعب انا عينيا بتبقى على المدرجات، وبشوف والده الكابتن ايهاب امين ست الكل طبعا ربنا يبارك لنا فيها، انفعالاتها ومتاثره مع كل كوره، دور كبير جدا بتقوم والده الكابتن ايهاب امين معاك بالدور ده. كابتن ايهاب طبعا يمكن امي يعني من وانا صغير ورايا في كل حته وجزء كبير يعني من اللي انا فيه، وبشكرها ومهما قلت يعني مش هقدر اشكرها اللي هي بتعمله معايا، وربنا يخليها لي. مستر بوش قال ايه بعد المباراه، خاصه احنا مقبلين خلاص ختام المباراه المرحله دي مع فريق الاتحاد، ثم فتره راحه وعندنا بعد كده كاس مصر. ومن النقاط المهمه جدا التعليمات اللي قالها ما بين الشوطين، يعني شفنا تباين ما بين الفتره الاولى والثانيه والثالثه والرابعه. طبعا يمكن ما بين الشوطين ركزنا على الدفاع، طبعا يمكن عندهم ابراهيم خالد جاب فينا كذا ثلاثيه في اول هاف، في الريباوند برده في الديفنسيف ريباوند زياد عشماوي وعبد الفضيل اخذوا مننا كذا ريباوند، فحاولنا نشتغل على الجزء ده في الثالث والرابع ويمكن فرق معانا جدا. وطبعا اهم حاجه ان احنا يعني خلصنا الماتش ده، تركيزنا على ماتش الاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه، ماتش مهم اعتقد يعني اللي هيكسب هياخد الاول واللي هيخسر هياخد ثاني، فيعني مركزين ان شاء الله في ماتش الاتحاد وبناخد كل ماتش بماتش. يعني لكم ايه بعد المباراه؟ بارك لنا طبعا وقال لنا ان هو يعني ما جهزناش احسن حاجه للماتش ده، وان هو بياخد يعني ان احنا ما لعبناش كويس اول شوطين بياخد هو المسؤوليه دي، وقال لنا ان شاء الله هو هيبقى مجهزنا احسن لماتش الجمعه، ويعني ماتش احنا بناخد زي ما قلت ماتش بماتش، وفي يوم الجمعه بالنسبه لنا دلوقتي هو الهدف. اخيرا توعي جماهير النادي الاهلي بايه؟ الجماهير مستنيه منكم كتير. بوعدهم ان احنا يعني هنعمل كل حاجه على قد ما نقدر ان احنا نشرفهم الفتره الجايه، عارفين ان الماتشات دي ترتيبيه وان الاهم الماتشات الاقصائيه ان شاء الله بعد التوقف الدولي، وان شاء الله نكون راجعين كاملين ونفرحهم ان شاء الله بالبطولتين اللي فاضلين السنه دي. مباراه من اكبر المباريات اللي انت لعبتها النهارده، 18 نقطه لايهاب امين في المباراه، يمثلوا لك ايه النهارده؟ يعني الحمد لله طبعا اهم حاجه المكسب، يمكن اهم حاجه ان احنا كلنا نجيب فورمتنا، مش انا بس، ان كل لعيبه يعني تطلع في اداء تصاعدي سيزون طويل قوي زي ما قلت، واهم حاجه ان احنا كلنا نكون جاهزين بعد التوقف ان شاء الله في كوارتر فاينل الكاس ان شاء الله لما نرجع. كابتن ايهاب وبالتوفيق في الجاي. كابتن هيثم بيوصل لك رساله، خلي بالك من نفسك في المنتخب، مستنيينك ونتمنى لك الف سلامه. تقول ايه للكابتن هيثم؟ طبعا ان شاء الله يعني بقول له يدعي لي ان شاء الله يعني ان تصفيات كاس العالم نرجع كلنا سلام لعيبه الاهلي، وان شاء الله يعني نقدر نشرف النادي الاهلي ومنتخب مصر في التصفيات. طبعا هدفنا كلنا يعني ان احنا نشرف مصر في كاس العالم، ماتشات مهمه، فيعني ان شاء الله ربنا يوفقنا. شكرا كابتن ايهاب وبالتوفيق اللي جاي. شكرا ربنا يخليك. كابتن هيثم ده كان لقانا مع ايهاب امين، واحد من اللعيبه اللي بتلعب بقلبها في النادي الاهلي، يعني مباراه كبيره النهارده واداء اكثر من رائع من ايهاب امين. مبروك يا كابتن هيثم، من جديد تعود الكلمه للكابتن هيثم السعيد وضيوفي الكرام. مبروك. طبعا معي واحد من النجوم المباراه اللي النهارده كابتن محمد ابو النصر. كابتن محمد طبعا في البدايه برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي، وخليني ابارك لك طبعا على فوزكم النهارده على نادي سموحه، ويعني ما شاء الله النهارده اداء يعني ولا اروع منك ومن كل لاعبي النادي الاهلي، يمكن ده اللي منتظرينه دايما منك جماهير النادي الاهلي كمان في الماتشات اللي جايه. اهلا بيكي وقناه الاهلي وكابتن هيثم والساده الضيوف كلهم. الحمد لله طبعا كان ماتش يمكن في الاول كان رخم شويه، بس الحمد لله احنا قدرنا نحزمه في الشوط الثاني في كورتا الثالث والرابع. يعني الحمد لله احنا ماشيين خطوه بخطوه، ان شاء الله يبقى اللي جاي كله زي ما احنا ماشيين، بناخد ماتش بماتش وما بنفكرش في ترتيب، ما بنفكرش في اي حاجه ثانيه غير ان احنا ندخل ماتش نكسبه ونبص على بعد كده. اللي بيكسب بطوله بيفكر ان هو يكسب كل ماتش، ما بيدورش على اي حاجه ثانيه، والحمد لله ربنا كرمنا لحد دلوقتي
ماشيين كويس باذن الله يعني الحمد لله. كابتن ابو النصر يمكن المباريات كلها ورا بعض، ويمكن برضو كل الفرق في دوري السوبر المستويات قريبه من بعض، يمكن ما بتاخدوش اجازه خالص، يمكن بعد ماتش الجزيره كان في تمرين تاني يوم عشان تستعدوا بشكل قوي للمباراه النهارده. طبعا عشان بنلعب حوالي ماتشين في اليوم بيبقى الموضوع صعب ان احنا ناخد اجازات، ما فيش وقت للراحه. يعني نعتبر ان شاء الله ان اخر ماتش هيبقى يوم الخميس مع نادي الاتحاد، وان شاء الله بعد كده هيبقى في توقف لارتباطات المنتخب حوالي 28 يوم او حوالي شهر. يعني نعتبر فتره اعداد جديده نقدر نعمل ريكفري فيها، الناس المصابه تقدر ترجع، نقدر ناهل بدنيا البلاي اوفز ان شاء الله، ونكمل الموسم على خير باذن الله. ابو النصر بعد مباراه الاتحاد ان شاء الله يوم الجمعه، حضرتك قلت ان هيبقى في توقف لمده شهر، بعد التوقف ان شاء الله يا كابتن ايه اول مباراه نادي الاهلي يعني هياخدها او المواجهه اللي هتكون للنادي الاهلي؟ اظن ان شاء الله نرجع على كاس مصر دور الثمانيه. زي ما قلت لحضرتك هناخدها ستيب باي ستيب، هنلعب حوالي ماتشين من كاس مصر اظن، وبعد كده ندخل على البلاي اوفس في دوري السوبر. يعني تعتبر دي يعني اجتهاد السنه كله في الفتره اللي جايه بعد التوقف، حصيله الموسم كله ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ونقدر نحصد البطولتين باذن الله ربنا يكرمنا. محمد طبعا بشكر حضرتك جدا ومليون مبروك النهارده طبعا على المباراه وادائك انت وكل لاعبي النادي الاهلي، يعني ما شاء الله يعني ببارك لك طبعا. كده اداء الفرقه كله والحمد لله الفرقه كلها رجاله وكلنا ايد واحده وربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. شكرا شكرا. كده طبعا يا كابتن هيثم كان لقائنا مع واحد من نجوم المباراه اليوم كابتن محمد ابو النصر، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليك يا كابتن هيثم، تفضل. سلام حامد، بشكرك شكرا جزيلا.